ضمن حملة في بيتك خليك ونحن نجيك التي أطلقتها الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، قام الصندوق فرع شفارة بحملة تم فيها توزيع بعض الاحتياجات المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك كبار السن. طبعا تنطلق حملة خليك في بيتك نحن نجيك الخاصة بتوزيع المساعدات من حفاضات ومواد إعاقة ومواد تعقيم لإخوتنا وأبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة وأخواتنا المعاقين في منازلهم، تفاديا لتفشي فيروس كورونا المستجد. الحملة تم خلالها توزيع الكمامات والمعقمات وبعض المستلزمات الأخرى لهذه الفئة من المجتمع وقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تستهدف أكثر من 3500 شخص من ذوي الإعاقة المسجلين في المكاتب التابعة لفرع صندوق التضامن الاجتماعي الشفارة. ونحب نطمن جميع إخوتي المعاقين الموجودين بنطاق فرع شفارة من مكاتب الخدمات التضامنية حيقدم لهم الخدمات لبيوتهم، ويطمنوا أن الحملة مستمرة لنوصلوا جميع المساعدات لمنازلهم، حتى اللي ما وصلهاش اليوم حتوصل غدوة وبعد غدوة وكل يوم إن شاء الله نكملوا الموضوع الإنساني اللي طالعين من أجله بإذن الله. تستمر هذه الحملة 3 أشهر متواصلة وستأتي لكل بيت من بيوت الأشخاص من المسجلين في الفرع حرصا على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.